من المهندس محسن ناصر رئيس شركة دلتا للأسمدة. ألو. ايوه أهلا الو، باش مهندس، اهلا بحضرتك. برحب بحضرتك في البرنامج. الحقيقة احنا بنناقش ملف مهم جدا يكاد يكون الصداع المستمر في رأس وزارة الزراعة، والحقيقة بيمثل مشكلة حقيقية بالنسبة للفلاح المصري. كل موسم زراعي يا ترى حضرتك يعني لا ايه؟ احنا، طب هقول يعني طيب هقول لحضرتك، احنا بقالنا كام سنة بنقول الكلام ده كل سنة؟ فعلا كل سنة، أنا متفق مع حضرتك تماما إن كل سنة والمشكلة دي ما زالت مستمرة، كل موسم زراعي مستمر. على فكرة انا اقول لحضرتك والله، احنا ان لم نتعاون لإيجاد حل دائم هنفضل في الدوامة دي كل سنة كل سنة كل سنة، لكن لازم يبقى في تعاون. ما هو كم الحل التعاون الدائم ده؟ لا كم، المقترح من وجهة نظر سيادتك؟ شوف يا فندم، انا اقول لحضرتك، انا دلوقتي بقى يعني طبعا انت عارف حضرتك السيد رئيس الجمهوريه قابلني مشكورا وتفهم الوضع ووعدني ان هو يحل المشكله دي برضه بما لا يضر الفلاح المصري، لازم هيدعم الفلاح المصري. أكيد. وانا حضرتك بعد كده قعدت مع السيد المهندس ابراهيم بحلب رئيس الوزراء، ووعدني ان هو هيحل المشكله دي وباقصى سرعه، وعلى وعد الاسبوع الجاي ان شاء الله. انا لسه بكون مقترحات وحلول للمنظومه دي على قد بقى يعني خبرتي، وعلى قد يعني ما انا، لكن احنا طيب خلينا نتكلم. هل ممكن حضرتك يعني فرصة وحضرتك معانا في البرنامج تقول لنا بعض الاقتراحات وبعض هذه الحلول؟ بعض الاهتمام بالشركات الوطنيه الحكوميه، طب وانا ليه اخلي الشركات الخاصه تتلاعب بيه؟ انا عندي المنظومه دي ناقصه، عندي منظومه الاسمده، اذا كان في عجز في الاسمده ادور اشوف العجز جه منين. آه والله، اذا كانت شركه وطنيه والشركه دي عايزه تقف على حيلها او اقف على حيلها ادعمها بحيث ترجع تاني لادائها. هي دي الشركات اللي بتفرقني يا فندم، يا الحلول بس المهم اللي نقترحه يطبق مش يتحط في الدرج. لكن انا شفت جديه الحقيقه من المهندس ابراهيم محلب، شفت جديه يعني ما شاء الله. وانا قاعد الراجل عمل اجنده عمل، نعمل كذا وكذا وكذا وكذا، والسيد لازم يكون موجود، والسيد يعني، فانا امل خير ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. انا بكون بس يعني حلول اقترحها على سيادته وعلى معالي وزير الزراعه ومعالي وزير الصناعه، وطبعا معالي وزير الاستثمار، لان احنا تبع وزاره الاستثمار طبعا، هقترحها عليهم وربنا حضرتك يوفق برضه. لكن مش هيسند سوق الاسمده المحليه في مصر الا الشركات الوطنيه، وحط أكيد. تحت دي حضرتك 100 خط 100 خط. ما في الشركات الحكوميه دي شركات وطنيه، عارفه كويس قوي ان السماد بتاعها رايح للفلاح. مش عايزين نقول ده في سوق سودا، لا، في سوق سودا، مين اللي عمل السوق السودا برضه مش عايزين نقول، مش هنتكلم يعني، خلينا ما نتكلمش بقى ايه في اللي بنقول عليه بقى لنا سنين طويله. كل سنه في المواد على فكره، كل سنه في المواد. هو يا باشمهندس محسن، الحقيقه يعني كلام حضرتك محترم جدا، وجهه نظر سيادتك الحقيقه في منتهى الروعه، لان هذه المشكله مستمره كل سنه، وعلى فكره العقبات والمشاكل معروفة، لكن مشكلتنا أننا لا نضع حلول عاجلة وتكون حلول تحل المشكلة من جذورها بحيث أن هي ما تستمرش كل عام. أنا أقول لحضرتك حاجة، هو السيد رئيس الجمهورية لما أمر أن نبدأ بس نحرك الأسعار بالنسبة للطاقة، الناس ما اعترضتش، لأن عارفة دي بداية أكيد طبعا بداية أكيد بداية أكيد. إيه؟ البداية التحسين يعني، دي البداية، لكن هنفضل مغمضين كده؟ ايه المشكله؟ الفلاح المصري اساسا بيشتري الشكاره من السوق السود، معظم احتياجه اسمده بيجيبه من السوق السود. تمام. طب ليه؟ طب ما تخلينا في المنظومه ده، احنا شركه. احنا نأمل, نامل 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 يا باشمهندس محسن ان يتم وضع حلول فعلا ومقترحات تحل هذه المشكلة إلى الأبد عشان ما نتكلمش عنها كل سنة. بنشكر حضرتك سيد إن شاء المهندس الله محسن يا ناصر. الأسبوع اللي إن جاي شاء على الله على إن شاء الله على نتمنى على نتمنى والله يكون في أخبار سارة ونزفها إلى جموع المزارعين في مصر، إن مشكلة الأسمدة اتحلت وانتهت إلى الأبد. نتمنى ذلك. بقول لحضرتك المهندس إبراهيم محلب وعد، يعني وعد ان هو هيحل هذه المشكله حلا تاما ان شاء الله. الله ان شاء شاء الله، الله وانا متفائل خير باذن الله ان ان شاء شاء الله. الله.
بنشكر حضرتك، نشكر حضرتك على هذه المداخلة، المهندس محسن ناصر رئيس شركة الدلتا للأسمدة.